بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد. النادي الاهلي 22 لعبه بناشئينهم، حقيقه انجاز كبير السنه دي حصل في كل الناشئين والناشئات. كان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي يعني تشرفنا بمداخله من حضرته يمكن من يومين، وقال لنا ان 80% من الالعاب تقريبا او يعادي 80% من النتائج بالنسبه للناشئين والناشئات في كل الالعاب، ودي الحقيقه يعتبر موسم استثنائي لكل الناشئين والناشئات. ولو اتكلمنا عن كره السله ايضا، كره السله كناشئين وناشئات عملت موسم كويس جدا جدا. والحقيقه فرقه البنات 18 سنه مواليد 2000 و2001 الحقيقه كانت من في طليعه الفرق اللي اتعمل بيها انجاز كبير. ليه اتعمل بيها انجاز كبير؟ لان الجيل ده الحقيقه كان عندنا فيه مشكله شويه، كان بيوصلوا دايما للنهائي ولكن ما يتوفقوش. فكابتن نبيل بخيت طبعا مدير نشاط رئيس قطاع ناشئات في كره السله وكل المهمه لكابتن اسلام كيلاني اللي هو كان اصلا مع قطاع الناشئين وتولى المسؤوليه وتحمل المسؤوليه وجي يشتغل مع الفريق وخد بيهم بطولتين، وكانت المره الاولى بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، انجاز كبير الحقيقه. وتحطوا في نفس الوضع او نفس الكونديشن تحطوا فيه السنين اللي قبل فاتت، عملوا بيلعبوا دوره يوصلوا في الاخر يلعبوا دوره ثلاثيه وكسبوا المره دي دوره ثلاثيه. في الحقيقه الفريق ده كان لازم يكون في طليعه الفرق اللي تتكرم، لانه الحقيقه عملوا انجاز كبير. في البدايه قبل ما اتكلم عن الانجاز احب ارحب بالكابتن نبيل بخيت نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر ورئيس قطاع الناشئات وايضا مدير فني الفريق الاول فتره من الفترات. اهلا بيك يا كابتن نبيل. اهلا بيك واهلا ببرنامج ملوك الصالات وبقناه النادي الاهلي. منورنا ومشرفنا كابتن نبيل، والف مليون مبروك على الانجازات الكبيره اللي حصلت في قطاع الناشئات. ده طبعا بوقوفكم معانا وبمؤازره النادي للفرق. اكيد يا كابتن. الله يخليك. برحب طبعا بسلمى مصطفى لاعبه الفريق، اهلا بيك يا سلمى. ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك فيك. عايزين كده بطولات كتير وكؤوس، عايزين كؤوس كتير كده حوالينا. يا رب ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. برحب طبعا بمدير فني الفريق الكابتن اسلام كيلاني، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. والف مبروك. اهلا بيك واجتهد وتستحق كل خير. الله يبارك فيك والله يخليك، وسعيد ان انا مع حضرتك هنا في البرنامج. اهلا بيك يا كابتن. برحب طبعا بإناس خالد لاعبه الفريق، اهلا بيك يا إناس. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك في حضرتك. عايزين بقى كده كله تلاتات وكله كؤوس، عايزين كؤوس كتير. ربنا معاك يا رب. ان شاء الله يا رب. هبتدي معاك يا كابتن نبيل، يمكن خلينا نخش اكتر مع الفريق. حضرتك اول ما توليت المسؤوليه عرفت الفرقه فيها مشكله، كلمني منذ البدايه ايه اللي حصل. هو الموقف كان صعب في بدايه الموسم، مش بس عشان المنافسه قويه في المرحله دي، لا ده في اتنين لعيبه انتقلوا لواحده نادي الصيد وواحده لنادي الجزيره، زائد ان لعيبه برضو كويسه جدا 2001 سافرت امريكا تدرس هناك. تمام. فبقى الموقف اصعب من السنين اللي فاتت. يعني السنين اللي فاتت كان اللعيبه دي موجوده وكانت المنافسه قويه وبنوصل دوله ثلاثيه وما توفقناش في المره اللي فاتت. بقى بعد ثلاث لعيبات مشوا ولاعيبات مهمين، يعني لاعيبات مؤثرين في الفريق. تمام. بس طبعا احنا يعني استعنا بكابتن اسلام على اساس ان هو عنده رؤيه معينه للفرقه وممكن يطورها، والحمد لله ان النتيجه جت ايجابيه بالنسبه لنا. طب يا كابتن لما توفقنا في بطوله القاهره، خلينا نقول بطوله القاهره هي الفرق القويه جوه مصر، يعني كان بينافسنا يمكن نادي الصيد اكتر، لما طلعنا على مستوى الجمهوريه لا بقى فرقه اسكندريه كمان دخلت في اللعبه، فبطوله الجمهوريه كانت اقوى كمان من المنطقه. هو بطوله القاهره الصيد بقى تبع الجيزة، فبطولة القاهرة كان المنافس فيها وادي دجلة والجزيرة. لما طلعنا جمهورية لا الجيل ده جيزة جه معاك والاسكندرية جه معاك، الصيد وسموحة وسبورتنج، فالمنافسة بقت قوية جدا. لكن الحمد لله يعني الشغل اللي حصل خلال السنة من كابتن اسلام ومؤازرة كمان بصراحة كابتن إيهاب وكابتن موسى للفريق طول الوقت، ده اداهم احساس ان عليهم مسؤوليه كبيره. بس انتوا تيم واحد يا كابتن. انا بيعجبني جدا قطاع السيدات وحتى الرجال برضو امانه في كره السله، عند حضرتك مباراه تلاقي كابتن هاب الالفي معاك واقف جنبك، بتلاقي كل النادي كل المدربين حتى في المباريات وحتى قطاع الولاد كان بيجي لنا. بالظبط. يعني بصراحه انا اول مره السنه دي، يعني طول عمرها موجوده بس اول مره تبان السنه دي بشكل قوي ان كل المدربين واقفين مع الفرق سواء قطاع الولاد او قطاع السيدات. لا ده كمان المديرين الفنيين للفرق والاداريين بتوع الفرق سواء بنات او ولاد كانوا كلهم متعاونين جدا. وبصراحه يعني لما المنظومه بيبقى فيها تفاني وحب لازم تنجح. لازم تنجح. خليني اقول يا كابتن ان انا كل ما اروح الملعب بامانه الاقي حضرتك ومتابع اللعيبه
وعارف والبنت مين ودي اللعيبة دي ما جاتش ليه ودي بتشتكي من ايه. يعني دايما متواجد يا كابتن نبيل. يعني الحقيقة انا بحييك على ده لان تواجدك مش بس تواجد جسماني انت موجود في الملعب، لا ده انت مشارك حتى اللاعبات في كل حاجة. يعني خلينا اقول ده عشق للنادي الاهلي ده ولا ايه يا كابتن؟ احنا بنعتبر النادي الاهلي حياتنا، والباسكت برضو نفس الحكاية. يعني احنا كل همنا ان احنا نطور الباسكت في النادي الاهلي صحيح. لإرضاء جماهيره وإرضاء برضو منتسبيه ونفرغ للدرجة الأولى كمان فده مهم جدا. طبعا والهدف الأساسي من الناشئين والمباريات بتاع الناشئين والمجهود اللي مع الناشئين أن نقدر نطلع لاعبات للدرجة الأولى صحيح. وبالتالي المنتخب صحيح يا كابتن. حتى الآن ما شاء الله بنهنيكوا على نجاحكم وقطع النظير في قطع الناشئات يا كابتن. شكرا لي. هروح بقى الكابتن إسلام، رجل المهمة الصعبة. أنا عارف طبعا أنت اشتغلت مع الدرجة الأولى يا كابتن قبل كده، واشتغلت مع فرق كبيرة ولما رحت توليت المسؤولية كرجل أول فرق ناشئين، بس كان غريبة تحولتك دي يا كابتن. يعني خلينا نقول إن ده كان إيه، ريسك شوية؟ والله كان ريسك كبير وكنت فاكر الموضوع كان هيبقى أسهل من كده، بس لما اتنقلت يعني أنا بحب الحمد لله إن التحدي، وحتى لما حصلت الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها دي ان الثلاث بنات مشيوا، انا كنت دايما بقول لهم المفروض المعدن بقى اللعيب التقيل ومعدن الفرقه التقيله هي اللي يبان بقى مع كل الصعاب دي. برافو. فكل لما الصعاب بتزيد كل لما تمسك اللعيبه بروح الجماعه وان احنا ما فيش حاجه هتوقعنا هو ده اللي هينجح. فالحمد لله يعني البنات كانوا يعني فوق المستوى بصراحه. في اشتغلت على الحته النفسيه دي يا كابتن، اشتغلت على الحته الاساس اللي لازم احنا نثبت ان احنا نستحق. هي اصلا مشكله كبيره ان انت لما بتمسك فرقه يعني دايما بيصادفها سوء حظ، ففي عامل نفسي كبير ان الفرقه دي دايما بتكسبهم، فما بالك بقى الفرق اللي بتكسبهم. كانت بتكسبهم ومعانا ثلاث لعيبه ومنهم اتنين بيلعبوا تحت الحلقه. يعني انا احنا الموسم ده لعيبه ارتكاز، لعيبه ارتكاز. فاحنا الموسم ده احنا في القائمه بتاعتنا اربع لعيبه لعيبه ارتكاز فقط، وده عدد قليل جدا. فاستعنا كمان بلعيبه من تحت 16 سنه علشان نواجه الحته دي. ف الحمد لله ان هم قدرنا نشتغل على الحته النفسيه. ما اشتغلناش مره واحده على الحته النفسيه ان فجاه انتوا هتبقوا ابطال، واحده واحده. وهم بداوا يصدقوا معاك يا كابتن، يعني بداوا يعيشوا معاك الاحساس ده وينزلوا عايزين يكسبوا البنات. خلي بالك سن صغير. انا عايز اقول لك هم لحد قبل المباريات الفاصله الدوره الثلاثيه في ناس فيهم فعلا ما كانوش مصدقين ان ممكن ياخدوا البطوله. اتحطوا في نفس الكونديشن اتحطوا فيه قبل كده. بالظبط كده. وغالبا قال لك احنا معناش ثلاث لاعبات الجامدين بتوعنا فخلاص ممكن نخسر. بالظبط كده. الموضوع كان صعب يا كابتن اسلام. الموضوع كان صعب، لكن هم الحمد لله يعني استجابوا كويس، وبالذات في الفتره الاخرانيه لما قدرنا نلعب الدوره الثلاثيه كان في استجابه كويسه جدا. طب اسالك سؤال يا كابتن، يعني بيني وبينك كده مش على الهواء، انسى ان احنا على الهواء. انت مدرب صعب شويه، خلينا نقول صعب. يعني ايه؟ يعني ملتزم، بتيجي قبل التمرين بساعتين. انا بشوفك قبل التمرين في النادي بساعتين، يعني مش بتيجي، لا ده انت بتخاف تتاخر فتقول لا اجي بدري عشان الطريق. بتهتم جدا بالدفاع، كل شغلك دفاعي، وده بيبقى صعب على البنات شويه. البنات عايزه زي ما تقول ايه معامله بلطف شويه. ما لقيتش مقاومه من البنات او حتى اهالي البنات ان انت عايز التمرين وكله يجي في ميعاده واللي مش هيجي مش هيلعب والكلام ده كله، لقيت استجابه؟ بص، هو في اول خالص هو موضوع ان انا اجريسيف في التمرين دي كانت مديهم رهبه مني. يعني حتى في الاجتماع الاولاني مع الفرقه انا بتكلم لوحدي، يعني انا بتكلم وعمال اقول لهم مثلا التعليمات او الرولز بتاعتنا اللي هتبقى طول الموسم، وهم يعني حاسس ان انا مفيش رياكشن يا جماعه، فاهمين؟ مفيش رياكشن يعني. فكانوا فعلا خايفين مني جدا. البنات بتضحك، خد بالك. دلوقتي بيضحكوا خلاص. ساعتها انا عارف مكانوش بيضحكوا ساعتها، مفيش رياكشن خالص، مش قادر تعرف حتى الكلام اللي انت بتقوله دوت مردوده ايه كويس وحش، مش قادر تعرف بالظبط. لكن مع الوقت، مع ان لما حسوا ان في تطور بيحصل نتيجه الرولز دي او التعليمات دي، لقوا في نتيجه في الملعب بالزبط. الحمد لله قدروا ان بطوله المنطقه ناخدها اكن احنا مش ناقصين اي حد، قدرنا ناخدها بمنتهى السهوله. طب دي الماتشات دي كانت فين يا كابتن؟ لا الماتش ده ماتش مش بتاعنا. اتفضل يا كابتن. فكان في الرياكشنات في الاول صعبه، مش قادرين يفهموا ايه القصه،
لما لقوا فيه استجابة كويسة جدا، حسوا ان فيه في الملعب استجابة، حسوا فيه نتيجة، حسوا فيه نتيجة. والحمد لله كابتن إيهاب كمان ساعدنا ان هو لما بيلاقي واحدة فيهم بتتميز على طول بيقوم ترحبها فوق، على طول بيقوم بقى في هدف، فبقى في هدف. وشايفين بقى ان ده واقع، انها مش لسه هتصعد السنة الجاية، ده انا بتاخد من دلوقتي، بتاخد بالظبط كده. فده ساعد كتير بصراحة. ان حلو ان في تنسيق بينك وبين كابتن إيهاب وكابتن لا، وهو على طول يعني حتى لو ما شافش تمريني يسألني مثلا إيناس عاملة ايه النهاردة، سلمى اخبارها ايه مثلا، لو هو مثلا شدد على حد فيهم يخليني ايه اتكلم معهم ايه لا يعني تهدي معهم حد يشد وحد يرخي نفسه او العكس. وبصراحة كان يعني ساعدنا جدا جدا في الاخر بطريقة انا فعلا حسيت ان هو ماسك الفرقة دي. طب قول لي انت اصعب ماتش ايه قبلك السنه دي؟ قلت لا انا مش يعني الماتش ده صعب، وجيت في الملعب كده حسيت في لحظه انه العمليه تمام. ماتش الصباح الاولاني احنا بنعمل كل فين؟ كان في استاد القاهره. كان اول ماتش لينا في الفاينل. فالماتش دوت احنا من بدايه الجيم بنعمل كل حاجه ديفنسيفلي صح، يعني بنروح دفاعيا وبنروح نجلي تحت الحلقه بنجلي. كل حاجه بنعملها ما ربنا مش كاتب، مفيش توفيق خالص. فمن اول الجيم انا حاسس ان احنا الموضوع صعب، رغم ان احنا في فتره من فترات الجيم الكوارتر الثالث سمحه عليت علينا 12 بونت في 3 دقائق لميناهم، يعني 12 بونت دول اتلموا في 3 دقائق. لكن برضو انت بيبقى ليك احساس كده ان كل كورتين يجي كره خسرناه ولا كسبناه كده؟ لا ده خسرناه، هو ده دخلنا الدوري الثلاثي، هو ده اللي خلانا نلعب دوري الثلاثي، وده الماتش الوحيد اللي خسرناه في الموسم. وبعد ما ده دخلنا دوري الثلاثي، ودخلنا دوري الثلاثي لازم تكسب الماتشين عشان تاخد الدوره. فيعني ما شاء الله يا كابتن بامانه ربنا يوفقك وبرافو عليك يعني شغل انا عارف قد ايه انت مجتهد يا كابتن اسلام، يعني ربنا يوفقك. الحقيقه اروح لسلمى بقى، يعني في بدايه الموسم كابتن اسلام كان بيقول ان لما بدا يتكلم معاكم انتوا كنتوا قلقانين شويه، برضو البنات بنات برضو يعني، فانتوا حسيتوا بايه لما دخل ويلا وشد وهو بيزعق على طول في التمرين؟ كنتوا قلقانين يا سلمى؟ الصراحه يعني احنا متعودين على كتريه كابتن اسلام وحد اللي هو يزعق لنا جامد قوي كده، واحنا شايفينه في الولاد كان عصبي عليهم، فاحنا متعودين ان احنا اللي هو لا يعني محتاجين معامله اقل من كده، ما نعرفش لسه كابتن اسلام، فكنا خايفين منه. طب الدفاع بقى، حته كابتن اسلام بيهتم بالدفاع، والدفاع دايما دمه تقيل، يعني انت دايما لما تدافع واحد يقول لك انا عايز العب على الباسكت، تيجي تدافع تلاقي الموضوع دمه تقيل. طب انت يعني ما كنتيش قلقانه من الموضوع ده يعني الدفاع، يعني بداتوا تستجيبوا وعرفتوا قيمه الدفاع في كره السله ولا لا؟ ما هو دايما يعني مع اي حد مسكنا فهو دايما اهم حاجه عنده تبقى اللي هو الديفنس اللي احنا نعملها، عشان هو بالديفنس وان احنا نكمل فاست بريك هو ده اللي بيخلينا ان احنا هنكسب. فمع في الاول طبعا احنا كنا تعبانين، ما كناش متعودين نعمل ديفنسات كتيره برده، بس في الاخر يعني اكتشفنا لا موجود يعني كده، صدقتوا بتعملوا ديفنس من قلبكم وتبقوا طالعين عارفين ان اللي هيكسبنا هو الدفاع. غير فكركم كابتن اسلام خالص، هو غير فينا حاجات كتير الصراحه. واضح يا كابتن اسلام. طب قولي لي بس، انا برضو عايز اعرف، انتوا طلبه وكابتن اسلام يعني من المدربين اللي ما بيهزروش، انا عارف طبعا انت بتضحكي يا سلمى لان انا عارف انتوا العذاب الاليم بتاع الدراسه، يعني كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني انت لو عندك دراسه الصبح وعندك تمرين بعد الظهر وعندك ماتش كنتوا بتعملوا ايه؟ هو احنا كنا بنحاول نوفر باي طريقه، بس طبعا يعني في مدارس طبعا ما كناش بنروحها ساعات، على بتيجي بعد وقت الدروس بقى، يعني بنروح له متاخر يا يعني بنمشي من الدرس بدري يا يعني بنروح اصلا ما بنروحش الدرس، فكنا بنحاول ان احنا نجمع باي طريقه عشان في الاخر يعني هنا وهنا. عشان في الاخر نقدر يعني احنا يعني بتعملوا كده في السنين قبل كده ولا بدا لما كابتن اسلام بقى يبقى في كنترول شويه ويبتدي يبقى في حساب بداتوا تعملوا الموضوع ده، ولا من السنين اللي فاتت؟ يعني السنين اللي فاتت كان برده نعملها، بس طبعا دلوقتي بقى عشان كابتن اسلام كان بطوله عايز بطوله هو، وكان برده هو يعني ستريكت علينا اكتر يعني الصراحه، فعشان كده كنا بنحاول ان احنا نوفق. قولي لي يعني اكتر فرحه فرحتوها السنه دي، اكتر ماتش حسيتي انت فرحانه فيه ورجعت البيت بقى يعني زي ما بيقولوا الفرحه كلها ايه؟ لما كسبنا الصيد في اللي هو البطوله الاولانيه بتاعت الجمهوريه، لما كنا الجمهوريه اول ماتش للصيد في الجمهوريه، دي لما كسبناها عشان احنا ما كناش يعني متعودين ان احنا ما بنكسبهمش في الماتشات كده، فاحنا لما كسبناهم لا حسينا ان احنا يعني عملنا اللي علينا، وده اللي وصلنا ان احنا نلعب تاني مع دوره ثلاثيه، ان احنا انهم عشان كسبنا واحد بتاع سموحه خسرنا ومحدش كان متخيل ان احنا نقدر نكسب الصيد. يعني كسبتوا كام بوند سنه؟ فاكر يا كابتن 12 ده انتوا كمان كسبتوا سكور. يعني من الفرقه انتوا اوريدي كنتوا عندكم عقده معاها طول المواسم اللي فاتت. فهو 12 بوند ده يعني يثبت ان انتوا تقدروا، صحيح ولا لا؟ طبعا. طب قولي لي يعني
يعني بينا وبين بعض كده مش على الهوا، مين الفرقه اللي بنقلق من لاعبها؟ يعني خلاص السيد انتوا سموحه فيه بتهيألي شد وجذبه بينا وبينهم، ولا عادي بقينا حاسين ان احنا نقدر نكسبهم؟ هو بقى طبعا بعد لما احنا كسبناهم لا خلاص حسينا ان هم عيني احنا، لا ازاي احنا كنا اصلا بنخسر منهم، هم فرقه يعني في نفس احنا كالعادة. مش ليكم جوه النادي؟ طبعا لا، في النادي يعني عندي في ريموسا، ريموسا طبعا، وسارة مغربي، تمام، ودين عمر. انت بتلعبي بره شوتينج جارد او بوينت جارد صح؟ انا واحده بوينت جارد. عشان كده ده المركز اللي انت بتحبيه. طب يعني نفسك تطلعي درجه اولى؟ انت حاسه ان انت تقدري وتاخدي مكانك وكده، نفسك تاخدي الفرصه؟ يعني طبعا نفسي والله، يعني نحس ان احنا نلعب بقى خلاص كبرنا عدينا لو مرحله ناشئين ونلعب بقى درجه الاولى. طب قولي لي انت، يعني خلينا نقول انه كل لعيب يعني بيبقى ليه امل الدرجه الاولى وبتاع، انت لما طلعتي لعبتي معاهم ماتشات ولا لعبتيش حتى لو وديه؟ لا وديه لعبت. كنت حاسه بايه لما كابتنها بيقول لك قومي سخني مثلا؟ طبعا احساس رهيب. اصل انا كنت مريت بالمرحله دي لما كنت بقى لعيب صغير وطالع والدرجه الاولى، بس انا كان بالنسبه لي قوم سخن دي خلاص انا كده عملت اللي عليا. والله يا كابتن نبيل كان قوم سخن. فانت كنت بتحس لما كابتن نبيل يلا قومي سخني بقى يا سلمى كده وبتاع، قومي سخني جامد وكده، ومش مهم انزل، المهم ان انا الحمد لله قمت سخن. بس انت لعبتي اديتي كويس. الحمد لله في ماتشات لعبتها في الاول لا لعبت حلو ديفنس، ولقيتي الكلام اللي بيقوله كابتن اسلام بيفيدك في الدرجه الاولى؟ عارفه ليه؟ عشان في تنسيق من كابتن اسلام وكابتن نبيل وكابتن هبل، عشان كده ماشيين بسيستم واحد. اللي بتعمليه مع كابتن اسلام هو ده اللي هتشوفيه في الدرجه الاولى. وهو ده سر النجاح، خد بالك يا كابتن نبيل، ان الدرجه الاولى انا عايز لعيب معين بيعمل حاجه معينه، كابتن اسلام ابتدي اشتغل معاه. وانتم مش حاسين بده، انتم بس بتشوفوا اللي في الملعب، ولكن بره الملعب في شغل كبير جدا بيحصل. طب قولي لي بقى، يعني طموحاتك ايه؟ عايزه تعملي ايه الفتره الجايه؟ طبعا انا ادخل منتخب مصر. برافو عليك، صح. منتخب مصر ليه لا؟ وطبعا كمان بقى في الدرجه الاولى في الاهلي يعني. وعايزه تاخدي معاهم افريقيا بقى، خدي بالك الدرجه الاولى كابتنها بطموحاته كبيره، افريقيا بقى وعرب وبتاع والمفرمه دي. يلا ربنا معاك يا سلمى ان شاء الله ويوفقك. الحقيقه طبعا ايناس انا جيلك بقى، يعني اولا الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ويعني قولي لي انت، اول ما ابتديتي الموسم مع كابتن اسلام الموسم اكيد كان باين انه صعب من اول. يعني باين انه احنا داخلين على على موسم تقيل. قلت ايه لبابا وماما بقى لما قعدتي معاهم كده؟ قلت لهم لا احنا ايه الوضع ولا ايه؟ كلميني بقى من الكواليس اللي كان بيحصل في البيت ايه. لا عايز يعني قعدت اقول لهم يعني ان يعني هو هيبقى الموضوع صعب، فهم يبقوا عايز يعني يبقوا عارفين. ما قلتلهمش خبوني ولا حاجه؟ كنت حابه التمرين ولا كنت في الاول قلقانه شويه؟ لا في الاول اصلا ما بحبش الديفنس يعني. فكنت اللي هو بتضايق الاول في التمارين وكده، وبعدين بقى خلاص عادي بقيت بحبه مش بكرهه عادي. انت مركزك ايه يا ناس؟ انا واحد واثنين. واحد واثنين بتلعبي برضه نفس تقريبا نفس المركز سلم. طب قولي لي انت، يعني الماتشات بدات الموسم الاول كان في اعداد وكابتن اسلام عذاب اليم في الاعداد، انا عارف كان صبح بعد الظهر في الصيف، ودخلتوا بعد كده على الماتشات بداتوا تلعبوها ماتش. اصعب فتره ايه؟ اصعب فتره وتحملتوا فيها جامد كانت امتى؟ الاعداد ولا المباريات؟ لا الاعداد. واضح ان انت يا كابتن اسلام يعني انا عملت واجب مظبوط في الاعداد، لان هو الموضوع التمرين صبح وبالليل ده بيبقى مجهد جدا. لا هو الحمد لله ما ورناش صبح وبالليل يعني، بس كان بالليل كان كفايه قوي ثلاث ساعات. ثلاث ساعات والناحيه البدنيه برضو كابتن كان فيتنس، وحتى لو كابتن فيتنس مثلا عندنا اجازه فهو بيقوم قال لنا تعالوا بدري همرنكم انا فيتنس يعني. انا شايف سلمى روحها بتاعك تفتكر ايام طبعا، بس خدي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، شوفي بتتحكي دلوقتي ويعني وناس معانا اهو، هو ده اللي بيعمل البطل، التعب. كل ما تلاقي نفسك تعبان دوس على نفسك اكتر، كل ما تلاقي نفسك مش قادر تحرك جسمك من الوجع دوس اكتر عشان ربنا يديلك. وشوف كابتن اسلام كان بيقول كده، امثله كتير جدا جدا. طب قولي لي بقى، يعني كده حاجه خارج الباسكت كده، مين اللي بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ لا ماما. ماما بتتعب معاكي؟ طب بابا هيزعل. لا ماما بيتعب برضه. ما خدي بالك لازم ردود تبقى دبلوماسيه برضه، يعني قولي بابا وماما ماشي بس ماما اكتر شويه. لا بص الصراحه والبراءه برضه يعني قلت لك. بس انا كنت عايز اقول حاجه، الجيل ده جيل مميز، يعني الجيل ده في سنه واخد مرتبط وقاهره ما شاء الله، بس هو كان دايما بطولته الجمهوريه هي العقب. يعني في سنه وهو بيلعب مع كابتن عمرو جوده او مع كابتن احمد ابراهيم كان بياخد البطولات برضو، بس كان دايما يوصل للجمهوريه. صحيح. يعني ايه السبب ان هم بيخسروا الجمهوريه؟ احنا كان مشكله بالنسبه لنا نفسيا، ودايما يدخلوا دوره ثلاثيه
فهو جيل مميز يعني. ده الميزه بقى, تحطه في نفس كونديشن ونجاحته تعدوا بيهم لبر الامان. بس يا ناس انا عايز اسالك برضو يعني, طب انت طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ لعبتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ لعبت ماتشات ولا سخنتي بس؟ لا لعبت في الدوري. لعبت في الدوري كمان. طب ما شاء الله يعني انت لعيبه كمان اساسيه. طب انت يعني طموحاتك ايه؟ برضو اكيد منتخب يعني, وان شاء الله يعني يا رب اكمل يعني. ميرسي, عشان اخر سنه خلاص 18 يعني, لازم ان شاء الله تكملي. وكمان خلي بالك الموسم اللي انت عملته ده اكيد كابتن ايهاب يعني هيدعم الفريق بيكم بعد كده. طب وايه مين ماسك الاعلى برضو؟ ريم موسى. برضو ريم موسى جامده صح؟ انت عارفه ريم موسى اللي ميزها ايه؟ شخصيتها. اوكي. يعني ملتزمه منضبطه, بتادي في الملعب, حتى ادائها في الملعب بانضباط. فيعني ريم موسى عايزين تبقوا زيها, نمره واحد انضباط جوه الملعب وبره الملعب. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. وانا متفائل انتوا يعني هي بس سلمى شويه بتفتكر ايام وبتضحك, بس ايه كل ده في الاخر اترجم لكاسين عندنا وبطوله رائعه. عملتوا اللي عليكم. الحمد لله. الحقيقه يا كابتن انا طبعا يعني نفس الوقت يطول, ولكن في نجوم كمان معانا في الفرقه, لاعبات لسه طالعين وان شاء الله ينضموا لنا. فانا بشكرك كابتن نبيل, نورتني وشرفتني. الله يخليك. طبعا ده سلام مؤقت. انا كنت عايز بس حاجه, عايز اشكر اولياء الامور طبعا. بصراحه احنا اخر شهر كان مشكله بالنسبه لنا خروجنا بره النادي. طبعا اهم حاجه طبعا النادي, واهم حاجه ان نكسب بطولات افريقيا وبتاع كده اهو. بس تعاون اولياء الامور وتضحياتهم ان هم يجيبوا اولادهم ويودوهم سواء في اهل مدينه نصر او في الشيخ زايد او في شباب الجزيره, ده كان برضو عمل لروح للفريق. صحيح. يعني التضحيه دي بتبني الشخصيه بتاعت اللعيب ان هو لا انا بدل ما اتضحيت لازم اكسب. صحيح. دي حاجه كانت جميله جدا منه. هم دول الاساس, هم دول وقود الرياضه. طبعا. الاسر هي دي وقود الرياضه, وهي اللي بتدفع اولادهم لقدام. اكيد كابتن نبيل نورتني وشرفتني. كابتن سلام مؤقت بس في تورته بقى وبتاع يعني, هنقعد مع بعض يعني ان شاء الله نقطعها وكعاده وكتقليد طبعا نحتفل بيكم. كابتن اسلام نورتيني وشرفتيني, والف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. سلمى نورتيني وشرفتيني, وجود لك, ونتفرج عليكي بقى في الماتشات يا رب ان شاء الله. كذلك برضو ايناس نورتيني وشرفتيني, برضو هنقطع التورته في تقليد عندنا ولا بنجيب تورته ونقطعها ونحتفل بيكم طبعا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان ينضم لنا بقى كل نجوم الفريق, نقعد نتكلم معاهم ونفتكر الذكريات. الحقيقه احنا قاعدين مش قاعده تكريم قد ما قاعده نفتكر الايام الصعبه اللي مرت والايام الحلوه كمان اللي مرت. فاصل قصير وجه لحضرتك.